المقدمة الهايلة دي. أنا سعيد طبعا بتواجدي مع فنان عظيم زيك والله بجد. أنا مش عايز أشكر فيك كتير، الله البرنامج يخليك، بتاعك الله يخليك، فالناس عارفاك الله طبعا، يخليك، بس أنا فعلا سعيد إن احنا نتقابل هنا. ده شرف ليا ميرسي لحضرتك، وإضافة ميرسي على والله المقدمة. يا أيمن. إنما أولا أنا عايز أهنيك على الجائزة دي، ربنا يخليك، ميرسي وقبل ما هبدأ بحواري معاك عايزك تكلمني عن جائزة يعني بين هول الأول، وتقول لي الحدوتة بتاعتها إزاي، عشان اعتقد ان احنا نعرضها على طول ونتكلم عليها، لانها الحقيقه كانت شيء مشرف جدا انك تكون في الصين وبتحصل على جائزه مهمه زي دي في وسط عدد اعتقد انهم يمكن اكثر من 2500 فنان مصور. يعني اعتقد انه كانت الاعمال بتتجاوز يمكن 25,000 عمل. 25,000 عمل، فالحقيقه هذه الارقام برضو انك تتميز في ده كله وتاخد جائزه اولى، اعتقد هذا يعني يضاف الى الفن التشكيلي في مصر، وعشان كده انا سعيد بوجودك النهارده. فكلمنا عن هذه الجائزه تحديدا. طبعا هو الحمد لله والتوفيق من عند ربنا طبعا من اول حاجه جدا. انا بشكر الحمد لله يعني اللي انا حصلت على الجائزه دي. السنه دي بالذات كان طعمها مختلف مختلف جدا، انها صعبه يعني. انا بدايتي مع البنالي ده كانت 2008، جات لي دعوه من وزاره الثقافه، وبعد شغلي في مطار القاهره ال 14 بورتريه، فجات البنالي ده عن طريق الصين للوزاره، فالوزاره قدمتني يعني رشحتني تمام. البنالي. انا لما رحت البنالي بسرعه كده اول سنه 2008 لقيت استقبال جامد ليا قوي، وكنت فاكر يعني موضوع من الصراحه شعب جميل جدا وفي البروتوكولات هايلين. لما رحت قاعه البنالي وفي المدخل لقيتهم حاطين لي في المدخل صوره من بتوعي مكبرينها كبيره جدا 10 متر في 4 متر، محطوطه مع 6 مصورين من اكبر المصورين في العالم اللي انا يعني بعرفهم طبعا كويسين جدا، فما كنتش متخيل ان انا ليا صوره بره. قبل ما تكمل حوارك انا بس ليا ملحوظه مهمه، وان الحقيقه فريق الاعداد مشكورا عامل لنا مفاجأة لطيفة عن شغلك، خلينا نبص عليها مع بعض. طيب اوكي. الفنان أيمن لطفي يجمع في أعماله بين لغة الفن التشكيلي وتقنية التصوير الفوتوغرافي، مقدما ما يمكن أن يسمى بالفوتوغرافيا التشكيلية أو التشكيل الفوتوغرافي، باحثا عن الأثر الضائع الكامن في تعبيرات شخصيته، عاكسا كل حكاياتها ومشاعرها. أيمن لطفي الفنان الحاصل على زمالة الجمعية البريطانية للتصوير الفوتوغرافي، المبدع الذي حصل لمصر خلال مشواره على ما يزيد على 20 جائزة. بدأت حكايته منذ النشأة، فوالده ملحن موسيقي، تخرج في كلية الآداب ليحصل بعدها على مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في الجرافيك من إنجلترا وألمانيا في الفترة من عام 1998 حتى 2002. الكاميرا هي المدخل السحري لعالمه الخاص من الفن الحديث في التصوير الفوتوغرافي الذي سرق الأنظار، لفوتوغرافيا التشكيلية التي تعتمد في الأساس على تقديم الأحاسيس الإنسانية العميقة وحياة الأشخاص عبر الصور. أيمن لطفي المصري الوحيد الحائز على الميدالية الذهبية وجائزة التميز في التصوير الفوتوغرافي في معرض النمسا الذي شارك فيه أكثر من 40,000 مصور من مختلف أنحاء العالم، وجائزة الماستر من بينالي الصين الدولي للتصوير الفوتوغرافي المعاصر، والنجمة الذهبية من الجمعية الأمريكية. أيمن لطفي صاحب التشكيل الفوتوغرافي للخيال والمشاعر. كل الشكر للزملاء الحقيقة على هذا التقرير الرائع، تقرير مهم جدا، يعني
الحقيقة بشكرهم جدا عليه، واعتقد يمكن كان بيقول لي ايمن صديقي الجميل انه فعلا مبذول فيه مجهود، لانه مغطي تقريبا يمكن حاجة جميلة. لا انا متشكر جدا طبعا. طب ما تشرحه لنا كده بسرعة، انا سمعت ان الوالد كان موسيقار وحاجات. الله يرحمه، توفى بدري شوية 79. انا اقول لك برضو الحلو ان كلية اداب، اداب دي على فكرة بتطلع فنانين كتير، كلها مبدعين اصلا، كلها فعلا بيطلع ممثلين. بس انا طول عمري بقى على الستيج، يعني من وانا في تانية ابتدائي بلعب درامز، بعد كده في ستة ابتدائي كنت بلعب كيبورد، وبعدين طول وانا في الكلية بمارس العمل الفني، وعلى طول على الستيج الكلية، احنا الشلة كده بتوعنا، وكنا غاويين يعني دماغنا بعيدة شوية، فعلى طول انا في المجال الفني وبمارس فن من وانا في الكلية، وكان كتجاريا يعني كمان. اول ما اتخرجت اشتغلت فاشن ديزاينر تاني يوم، يعني خلصت امتحاني اشتغلت فاشن ديزاينر. فعشان ايدي على طول. هو واضح انه طبعا البيئه بتاثر، وطريقه طبعاً التربيه طبعاً بتاثر، انه وانا بعتقد يعني اعتقاد قوي جدا انه الفن ما فيهوش تجزئه، يعني يصعب انه يكون فنان مثلا عارف ازاي ياخد مساحه من الفن التشكيلي يضيفها على العمل الفوتوغرافي وينقلها العكس ويحولها الى لوحه او الى عمل جمالي، ثم يكون له حس فني او موسيقي وحس ادبي. اعتقد دي كلها بترتبط ببعض، واحنا يمكن حلقه العيد اللي فات ده على طول، يعني ما فيش من اسبوع، كنا برضو مستضيفين يعني احد المنشدين وعملنا حلقه اعتقد انها كانت موفقه والناس اتبسطت جدا منها، لان انت بتعمل مزج بين ده، هو يعني فصائل الفنون كلها لا تنفصل عن بعض. نرجع للجائزه انت كنت بتكلمنا عنها، انا عايز اشوف افكك شكل الجائزه دي وطريقه، وخصوصا انه اعتقد ان يبقى في موضوع للمعرض المقام او البنالي او واتيفر هيبقى ايه، انما في موضوع انت اكيد بتدرسه كويس قبل ما بتقرر تاخد اللقطه او تتقدم بعمل، عايزين نتكلم عن المساحه دي. الاول البنالي ده من اهم البناليات في اسيا كلها، لان هو بتعمله بتنظمه جامعات اللي هي بتاعت بيسموها ارت اند ديزاين، وهي جامعات منتشره كتير جدا في الصين. بس اللي بيعملوا اللجنه المنظمه بتاعت البنالي المدرسين الفن اللي هم بيشتغلوا في الكليات الفنيه في امريكا. تمام. فهم بيتفقوا مع جمعيات التصوير اللي بتنافس الامريكيه اللي بتتنافس على تنظيم البنالي ده، كان في 2008 او 2010 كانت جمعيه اسمها البي بي اي اللي هي بروفيشنال فوتوغرافي اسوسيشن، والسنه دي كان جمعيه تانية خدته اسمها يو بي اي اللي هي يونايتد فوتوغرافر انترناشونال اللي هي اتحاد المصورين العالميين. الجميل ان المدرسين اللي هم بيدرسوا ارت في امريكا مش ناسين الصين، فبينظموا طبعا بيجيبوا العالم كلهم احسن مصورين في العالم بيعملوا البينالي عشان احسن عمل للعالم تروح لحد الطلبه. والسبونسر بتاع البينالي ده اللي هي الجامعه بتاع جينان اللي هي فور ارت اند ديزاين. اللطيف ان العالم كله بيروح باحسن ما انتجه عشان يعرضه في البنالي. هم طبعا عاملين كوليكشن هايل جدا من مصورين دوليين، من ناشونال جيوغرافيك، من البي بي اي والبي اس اي والفياب واليو بي اي، كل دي جمعيات تقيله في الفوتوغرافيا، جمعيات ما بتهزرش على فكره. الفوتوغرافيا بقى حدوته ثانيه ممكن نتطرق لها، يعني ما فيهاش هزار، ده علم يعني من اي تو زد يعني. ف 2008 الحمد لله انا رحت الاحتفال كان جامد جدا، ففوجئت ان انا في الجوائز ما اتنداش عليا خالص، وبعدين قعدت في الاخر قلت الحمد لله يا رب خلاص. معلق لي صوره بره وحاطين لي شويه مستخدمين صوري في الديكور بتاع البنالي، يعني لو لاحظت كده قلت يمكن مثلا صور بدري راحت ولا حاجه. فالنظريه ان انا فوجئت في النهايه بينادوا الجراند فوتوغرافي ماستر اوورد، نادوا ست دول من العالم، دي بتاخدها كل واحد في السكشن بتاعه في الكوميرشال واللاندسكيب والبورتريه وكده، انا خدتها في الفاين ارت، فكانت طبعا مفاجاه جميله جدا. طب قول لنا التفصيليات بقى، العمل ده عباره عن ايه؟ لان انا برضو عايز الناس تبقى متخيله انت فكرت فيه ازاي واخترت العنصر، ايه الموتيفات اللي استخدمتها، الدرجات اللون، يعني اتكلمنا عن العمل نفسه. هو 2008 طبعا كانت مجموعه اعمال رايح بيها، بس كانت فوتوغرافيا مظبوطه، كان فيها شغل لايتنج جامد قوي، كان فيها فكر تكويني، التكوين مهم جدا طبعا بيتحاسب عليه، والفكره
الفكره اللي انا كنت عامل وش مكرر 4 مرات كان اسمه جيمينيت. تمام. الشخصيه باربعه افكت باربعه يعني انفعالات محطوطين مع بعض في تكوين جميل واضاءه مظبوطه وكل حاجه. فده العمل اللي كان شد في اللجنه 2008. طبعا الواحد لما الاختلاط الدولي ببتدي اتغير. في 2010 لقيتهم داعيين قالوا لي احنا عازمينك ضيف شرف في البنالي علشان انت واخد الجائزه الكبرى في 2008. انا قلت لهم لا انا ما عنديش وقت اجي ضيف شرف، انا عايزيني اجي انا حاجة متسابق عادي جدا. اللي انا عايز الاحتكاكات الدوليه دي بتخليني اعرف انا وصلت فين. ف 2010 بعت شغلي برضو، كنت طورت شويه، دخلت بقى الاكسبيرمنتال فوتوغرافي وهحكي لحضرتك عنه. 2010 اشتغلت شويه اللي هو بعمل، بيبقى عندي فكره، ما هو انا بصور عادي زي الناس، انا يعني كنت بصور طبيعي جدا، بلقط الانفعال. يعني بحب معايا عدسه زوم، بحب بلقط الانفعال. بعد كده بقيت انا عايز اقول الانفعال، انا اللي عايز اتكلم. فابتديت اشتغل الاكسبيرمنتال. الاكسبيرمنتال حدوته برضو انت بقى عندك ليه او القصه عايز تقولها، فبتحاول تقولها في كادر واحد. اللجان بيبقى مستواها الثقافي عالي جدا، مستوى التكنيك عالي جدا. بص حضرتك، فكره وتكنيك الاثنين مع بعض مكملين بعض، هم إيه بيقروا كويس. عايزين نحدد الفكره ايه اللي من خلالها حصلت على هذه الجائزه اللي هي في الضوء، هي محدده في الضوء. اللي في اللايتنج اللي انا خدتها السنه دي وانا خدتها برضو في 2010. خدت بيست فوتوغرافي اورد، كان على عمل مصري اللي هو كان اسمه راست صدق. يعني انسان فخور جدا وقاعد جدا وطبيعي واقف بكل الفخامه وكله مصدي، يعني كله صدق. فكان اسمه راست، كنت بتكلم فيه على مصر في حالتها انها برضو كان الكلام ده قبل الثوره. ما احنا بنعبر الفنان على بلغه ثانيه. 2000 السنه هي معانا اللوحه. السنه دي دي نفرتيتي طبعا. دي طبعا انا العمل ده طلب مني ان انا احطه في مقر الامم الافريقيه الجديد اللي في اديس ابابا. فكان هو يعني اتعمل على جزئين، نص تاني الناحيه الثانيه كان في بنت افريقيه وكان بينهم خط النيل رابط. انت عارف حاجه العلاقه بيننا وبين اثيوبيا اللي احنا النيل امتداد. فكون انهم يطلبوا مني بانوراما كان مقاسها 5 متر في 2 متر انها تتحط في مقر الامم الافريقيه، طبعا ده شيء رائع الحقيقة، صعب جدا. فأنا طبعا حبيت أعبر عن مصر بأسلوب مودرن بالتكنيك بتاعي بكل حاجة. فعملت الشوت بتاع نفرتيتي ده، طبعا بصنع الأكسسوارز، أنا برسمه برسم البوزيشن بالظبط اللي هي الموديل فيه ده. يعني هو أنا باخد طبعا فوق ال 70 80 شوت عشان أطلع ده. يعني مش عايز اقول حاجه، التكنيك بتاعي اللي انا بقعد على كرسي بخليها تتحرك لحد انا خلاص اجيب اللي اوت بتاعي، لان الموديل برضه بني ادمه طبعا. هي بتبقى بديها ليكتشر طبعا في الاول. وطبعا بشتغل بمزيكا عشان اقول حاجه، سري في الشغل المزيكا. المزيكا وطبعا واللايتنج. هو واضح انه ايمن حاله الحقيقه مستحقه التقدير، وعنده حاله انا شفتها يمكن في اعماله، عنده حاله لونيه بصرف النظر عن اللقطة. يعني أنا اللقطة طبعا بحترمها.